السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف الإنارة لبرنامج الدون موشن. أجي هنا وأبدأ أختار اللايت، ألاقي عندي هنا الماتيريال، ألاقي عندي اللاندسكيب، ألاقي عندي اللايت. أبدأ أختار اللايت، أقعد تبدأ تختار المكان اللي هتحط فيه اللايت بتاعك. طبعا التأثير هيظهر أقوى لما يكون بالليل. مثلا حطيت اللايت هنا، حطيت لايت تاني هنا. أول ما تحط اللايت بيبدأ بقى يديك الاختصاص بتاعتها أون وأوف، وهنا تحدد القوة بتاعتها، الريفليكشن بتاعتها هيبقى قد إيه، الكالر تقدر تختار الكالر بتاعك، تقدر تختار الراديوس بتاعك قد إيه، الشادو عايز يبقى فيه شادو ولا لأ، دي سايكل يعني لما يكون بالنهار مبقاش فيه نار، بس لو جينا هنا وبدأنا نغير الميعاد دي بالليل يبدأ تظهر النور معانا، وده أحسن عشان نوفر الإنارة. مبقاش حد يقولك أنتوا عاملين رندر وحاجة الشمس طالعة. الفرنتشر أو السيتي، وهبدأ أختار ستريت لايت، هتلاقي أنواع كتيرة من ستريت لايت تقدر تختار اللي أنت عايزه.